وهي ولله الحمد من الكثرة بمكان، تدل على اهتمام الإخوان الفضلاء وهمتهم في أن يتفقهوا في الدين وأن يظفروا بالخيرية المترتبة على الفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معاوية يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا شك أن من الطرق التي يتفقه بها هي السؤال، فالسؤال علم. هو أيضا كما دل على ذلك حديث جبريل: فإنه أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن جبريل إنما كان يسأل، فالسؤال